ورحنا لعصور ما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وشفنا خريطه العالم القديم هنلاقي ان المنطقه المركزيه الحيويه في العالم ده كانت الشرق الاوسط تحديدا شبه جزيره العرب وبلاد الشام معظم التجاره الدوليه المهمه كانت بتمر من المنطقه دي زي ما انتم شايفين في شمال شرق الجزيره بلاد فارس وفي شمال غربها امبراطوريه الروم القوتين المهيمنتين على العالم وهنلاقي مصر غربا، وبلاد الحبشه في الجنوب الغربي، وفي الجنوب المحيط الهندي اللي عبوره بيوصل لبلاد الهند. كان في طريقين تجاريين في شبه الجزيره العربيه، الطريق الشرقي البري من سلطنه عمان لاسواق بلاد الشام، والطريق الغربي اللي بينطلق من اليمن وبيمر على الحجاز ثم ينتهي في الشام برضه. علشان كده عدد كبير من العرب كانوا قوم تجاره، وبينخرطوا في الانشطه التجاريه بكل الاشكال. يا إما تجار أو بيشتغلوا أدلة في الصحراء وطرق التجارة المتشعبة، يا إما بيأجروا دواب ورجال مسلحين لحماية القوافل وهكذا. الحالة دي أثرت على طريقة تعاطي المسلمين مع الإسلام وقت نزوله وفيما بعد بطريقة إيجابية زي ما هنعرف بعد شوية. في وسط شبه الجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هتبرز لينا مكة كأهم مدينة عربية تجارية وقتها. التجاره شكلت عصب الحياه لقبائل مك لانهم ببساطه لم يمتلكوا اراضي خصبه صالحه للزراعه زي الطائف واليمن مثلا وما كانش لهم صناعات مشهورة ومهمة زي بلاد فارس وبلاد الهند وغيرها فعلشان كده مكة ما كانش قدامها غير التجارة والوقت طويل كانت التجارة دي محدودة ومحلية يعني الأقوام اللي سكنوا مكة قبل كده زي الجراهمة وخزاعة ما استثمروش موقع مكة بالشكل الأمثل مع أن موقع مكة كان استراتيجي جداً لوجوده على طريق التجارة الغرب الأهم بين اليمن موانئها والشام فضل الحال كده لحد ما جه قصي بن كلاب الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وتولى زعامة قريش وخرج كل من هو ليس قرشي بره مكة وخلى سكن المدينة مقتصر على قريش بس قصي هو اللي أسس للتجارة المكية وخلى المكيين تجار على اعلى مستوى في بلاد الحجاز، وحول مكه لعاصمه شبه رسميه لشبه جزيره العرب، والنفوذ التجاري ده لقريش بالمناسبه هو من اهم اسباب محاربتهم للاسلام بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبدء الدعوه، قصي اسس دار الندوه اللي كانت بمثابه وزاره التجارة وقتها على اعلى مستوى، ومن اهم القرارات اللي كانت بتتخذ فيها هي قرارات بتتعلق بكل ما يخص القوافل التجاريه. لما تولى هاشم بن عبد مناف بن قصي الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم زعامة قريش فكر في توسيع نفوذ مكة وتعلية حالتها الاقتصادية وبالتالي عقد مع اخواته اتفاقيات مع حكام الممالك المحيطة بشبه الجزيرة علشان التجارة المكية تتعدى حدودها المحلية الاتفاقيات دي أو كما تسمى الإيلاف تزامنت مع اتفاقيات تانية فرعية مع القبائل العربية إلا على طريق التجارة لكن اهم اثر اقتصادي لهاشم بن عبد مناف كان تاسيسه لرحلتي الشتاء والصيف هاشم وعلشان يخرج قريش من حاله العوز اللي بتعتريهم في بعض الاوقات تبعا لبيئتهم الصحراويه الصعبه ونقص الموارد قرر يخرج رحلتين تجاريتين رئيسيتين كل سنه واحده صيفا للشام وواحده شتاء لبلاد اليمن والرحلتين دول تحديدا كانوا من اهم اسباب تحسن الحاله الاقتصاديه والحياتيه لقريش وعلشان كده ربنا عز وجل لما انزل سوره قريش انزلها خصيصا قبل الهجره علشان يفكر القرشيين بما انعموا عليهم بالالاف او الرحلتين دول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قبل نزول الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش استثناء من قاعده عمل القرشيين بالتجاره، بل كان من اهم وامهر العاملين بها. وكان بيشرف على تجارة السيدة خديجة بنت خويلد زوجته فيما بعد وأم المؤمنين رضي الله عنها وإحدى أكثر نساء قريش ثراءً وقتها كذلك بعض أهم الصحابة رضي الله عنهم جميعاً كانوا من أثرى العرب قبل وبعد الإسلام، وثرواتهم كانت بتقدر بعشرات الملايين من الدولارات حاليًا من الذهب والفضة والبضائع، وده من الأشياء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بركز عليها في بداية دعوته، وهي استقطاب أهم التجار والأثرياء للإسلام لفوايد نفوذهم في نشر الدين، وبالفعل استخدم من أسلم منهم نفوذهم المالي والاقتصادي في تعزيز الدين وتثبيته، زي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه واللي بتقدر ثروته حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ألف درهم واللي أنفق بشكل ضخم جدا في غزو التبوك ضد الروم آخر الغزوات اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنه أنفق ما يقدر بعشر تلاف دينار واللي تابعنا الحلقة اللي فاتت هيعرف إن الدينار عملة كانت بتزن أربعة وربع جرام ده غزو التبوك بالمناسبة تعتبر من أكتر الغزوات الشاهدة على أهمية النفوذ المالي والثراء لو تم توظيفهم بشكل صحيح والشاهدة برضو على براعة أثرياء الصحابة في التجارة واللي خلتهم يمتلكوا ثروات يقدروا يجهزوا بها جيش تعداده 30 ألف مقاتل في ظروف شديدة الصعوبة يعني مش سيدنا أبو بكر بس هو اللي أنفق بالشكل ده وإنما سيدنا عثمان بن عفان واللي كان بيعتبر من أغنى أغنياء شبه الجزيرة العربية وفي غزوة تبوك جهز جيش المسلمين بألف جمل وفرس وألف دينار ومن أثرياء الصحابة برضو سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن العوام سيدنا سعد بن ابي وقاص وطبعا مش هننسى سيدنا عبد الرحمن بن عوف اغنى صحابي على الاطلاق واللي ان شاء الله هنحاول نخصص له حلقه في المستقبل. سيطره مكه والمكيين شبه المطلقه على تجاره العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدات تتراجع مع تولي الخلفاء الراشدين قياده الدوله الاسلاميه الوليده ومع التوسع في الفتوحات بدات طبقات جديده من التجار تظهر للنور مع توسع الاسواق في البلاد المختلفه اللي بتدخل تحت حكم المسلمين. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ومع توسع رقعة الدولة الإسلامية بدأ يكون في دخل للدولة اسمه عشور التجارة وده ببساطة ضريبة ما كانتش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وفرضها سيدنا عمر بحكمه لما شاف اتساع رقعه الدوله وبالتالي اتساع حجم التجاره الوارده والصادره، والضريبه دي هي المكافئ للرسوم الجمركيه الحاليه لاي دوله مثلا. بعد انتهاء عهد الخلافه الراشده وبدء عهد الدوله الامويه ومع توسعها، بدات التجاره الاسلاميه يكون لها ثلاث اجنحه او ثلاث اتجاهات، تجاره محليه داخل حدود الدوله الامويه، تجاره خارجيه ناحيه شمال غرب الدوله مع البيزنطيين وناحيه الشرق مع الهند والصين، ومع تحول دمشق لعاصمه الدوله الامويه، تحولت المدينه لاحد اهم مراكز العالم التجاريه، لدرجه القول انه يستحيل عدم وجود اي بضاعه او منتج ايا كان نوعه ومكان انتاجه في دمشق، وداخليا اشتهرت عده مدن عربيه بكونها مراكز تجاريه مهمه زي حلب وحمص وانطاكيا والكوفه والبصره وبغداد والاسكندريه والقدس وغيرهم. ومن اهم الاسباب اللي ساعدت في اتساع رقعه التجاره الدوليه وتوفر البضائع في عهد الدوله الامويه هي اهتمام الامويين بصناعه السفن وانفتاحهم على امتصاص خبرات الامم الاخرى خاصه البيزنطيين في صناعتها وبعد معركه ذات الصواري واللي هي اول معركه بحريه في تاريخ الاسلام وانتصر فيها المسلمين على الاسطول البيزنطي المهول اللي كان بيسيطر على البحر المتوسط سيطره شبه كامله، بدأ التجار المسلمين يوصلوا ببضائعهم لأماكن بعيده ما كانتش متاحه قبل كده ليهم، وده ساهم في نشر الإسلام بطبيعة الحال، ومن أهم سياسات الدوله الأمويه اللي ساعدت على ازدهار التجاره هي الالتزام بمنع الاحتكار، واللي هو محرم في الدين بطبيعة الحال، وإن كان ده لم يمنع ارتفاع الأسعار لتدفق الأموال على الدوله مع اتساعها وارتفاع مستوى الرفاهيه في المدن الكبرى. دي كانت بصة سريعة جدا على التجارة من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبدايات العهد الأموي، وإن شاء الله ممكن نفصل قواعد التجارة ومواصفات تجار المسلمين ونوعيات البضائع في حلقة تانية مكملة لدي، اعملوا لايك وشير للفيديو، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا، سلام. Oh,